ما هي الألوان الأكثر اتفاقاً وتلاؤماً وتوافقاً مع اللون الفيروزي أو ما نسميه بالإنجليزي التركواز حسب دائرة الألوان؟ خليكم معي. أول شيء عندك اللون الفيروزي يتوافق بشدة مع اللون الأبيض، واللون الأبيض زي ما أنتم عارفين هو من الألوان التي تتوافق مع باقي الألوان الأخرى جميعها، وأنا بالنسبة إلي هدول يعتبروا من أجمل الكومبوز لفصل الربيع والصيف، اللون الفيروزي مع اللون الأبيض. ثاني شيء في عندك اللون الفيروزي يتوافق بشدة مع اللون الأصفر، وتحديدا عندك درجة اللون الذهبي، وأيضا كلها ألوان مشرقة وتتلائم مع فصل الربيع والصيف. وبتقدري هون تستخدمي سواء الدرجات الفاتحة أو الدرجات الغامقة من اللون الأصفر، لأنه اللون الفيروزي بطبعه رح يكسر حدة اللون الأصفر. واللون الفيروزي زي ما بتعرفوا يا صبايا هو عبارة عن مزيج ما بين اللونين الأزرق والأخضر. أيضاً اللون الأخضر هو من الألوان الأكثر تناسقاً مع اللون الفيروزي أو التركوازي، واللي لازم تعرفيه هون يا صديقتي إنه اللون الفيروز بشكل عام هو مزيج من اللونين الأزرق والأخضر معاً، عشان هيك تحصيل حاصل يتفق مع اللون الأخضر بدرجاته. وبناءً على أصل اللون الفيروزي ومن وين منشتقه، هذا بيقودنا إلى اللون الأزرق كلون يتناسق ويتلائم مع اللون الفيروزي أو التركوازي. وعشان أكون كتير دقيقة هون وللصبايا اللي بيحبوا يعرفوا أصل الألوان، اللون الفيروزي أو التركوازي هو يعتبر الدرجة المخضرة من اللون الأزرق السماوي، عشان هيك يوصف اللون الفيروزي أحياناً بأنه مزيج من اللون الأزرق الباهر مع اللون الأخضر. في عندك خامساً اللون الفيروزي مع اللون الأحمر، وتحديداً هون اللون الأحمر المرجاني من أجمل الدرجات اللي ممكن تنسقي فيها ملابسك مع اللون الفيروزي أو التركوازي. زي ما شايفين هاي التنورة اللي أنا لبستها من أجمل الكومبوز لفصل الربيع والصيف. في عندك سادساً اللون الفيروزي مع اللون الوردي، وركزيلي هون على الدرجات الفاتحة من اللون الوردي. في عندك درجة محددة من اللون الوردي أو الزهري بنسميها الكورال، هاي تعتبر بديلة اللون الأورنج ومن أجمل الدرجات اللي ممكن تنسقيها مع اللون التركوازي. أنا بالنسبة إلي دائما بفضل الدرجات الفاتحة مع بعض من الألوان، ولكن هون اللي بيميز اللون التركوازي أو الفيروزي إنه درجته أصلا فاتحة، يعني بتقدري بدرجة الفاتحة تكسري أي درجة لون غامق تاني بينلبس معه. عشان هيك رح ننتقل للون اللي بعده وهو اللون البنفسجي، وأيضا هون بنصحك بالدرجات الفاتحة من اللون البنفسجي. في عندك ثامنا اللون الفيروزي مع اللون البني وتدرجاته، تحصيل حاصل لأنه صرنا حافظين الدرس إنه اللون البني هو من الإيرثي كولرز اللي بيتماشى مع باقي الألوان كلها. شوفوا كمان درجات البني ما أجملها، درجات الغامقة، درجات الترابية، درجات الفاتحة. في عندك تاسعا اللون الفيروزي مع اللون الأسود ملك الألوان، يعني خلينا نحكي هو اللون الآمن، اللون اللي ما فيه ولا غلطة، اللون اللي بتطلع فيه وانت ضامنة الشيء اللي طالع فيه، ما بيكون فيه شكوك إنه لابق أو مش لابق. هاد دائما الحلو بالالوان المحايده اللي دائما بركز عليها بفيديوهاتي، انه اي لون بتختاريه ما بيكون فيه ولا غلطه. هيك بكون خلصت فيديو اليوم، بتمنى لكم اطلالات رائعه مع اللون الفيروزي او التركوازي بعد مشاهده هذا الفيديو. بشوفكم.